الأمم المتحدة تدعم خروج الراغبين من مخيم الركبان إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية. لنتابع. تزامنا مع تقرير لمنظمة العفو الدولية كشفت من خلاله ما يتعرض له النازحون أو اللاجئون العائدون إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية من اعتقالات وتعنيف جنسي وإذلال كبير، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في دمشق دعمه لخروج طوعي للنازحين في مخيم الركبان إلى مناطق سيطرة الحكومة. وبحسب كتاب لمكتب الأوتشا تسلمه المجلس المحلي في مخيم الركبان، فإن المكتب أكد دعم الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري التابع للحكومة في دمشق عملية المغادرة الطوعية لأولئك الذين أعربوا عن استعدادهم للمغادرة المخيم إلى المناطق التي يختارونها عبر مركز إيواء حمص. وحدد مكتب الأمم المتحدة الآليات الخروج عن طريق تسجيل البيانات الشخصية خلال أشهر أيلول الحالي وتشرين الأول والثاني القادمين، على أن تدخل حافلات النقل مرتين أسبوعيا ليتم بعدها تفتيشها في حاجز على أطراف منطقة 55، ومن ثم تخرج إلى مراكز الإيواء في حمص. في المقابل اعتبر رئيس المجلس المحلي في الركبان محمد أحمد الخالدي في حديث لإذاعة سورية أن هذه الخطوة بمثابة تواطؤ من الأمم المتحدة مع الحكومة السورية ومشاركة واضحة في حصار النازحين، وما هي إلا محاولة لتفكيك المخيم. الخالدي شدد على أن قوات الحكومة اعتقلت في مناسبات سابقة مئات النازحين الذين خرجوا من المخيم، كما زج بآخرين على جبهات إدلب ودرعا، واحتجز البعض بتهمة الإرهاب. يشار إلى أن مخيم الركبان أنشئ قبل نحو 5 أعوام ليضم نحو 70,000 نازح في ذروة استيعابه، فيما بقي اليوم منهم نحو 12,500 نازح يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية والإنسانية المختلفة في ظل تضييق الحصار عليهم من قبل قوات الحكومة السورية. وللوقوف على هذا الموضوع أرحب من عنتاب الكاتب والصحفي مالك الحافظ. مساء الخير أستاذ مالك، وأهلا بك في برنامج حديث اليوم. مساء النور، تحياتي. بداية، يعني كيف يوصف الوضع في مخيم الركبان؟ كيف توصف حياة النازحين في هذا المخيم؟ تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني ما يمكن الحديث عنه في مخيم الركبان، أوضاع المخيم ليس هناك جديد فيما يتعلق بالأوضاع الصحية أو الطبية المتواضعة. أيضا هناك يعني وصول شحيح جدا للمساعدات، وحتى هي أيضا ليست مساعدات، هي مواد تموينية تصل عن طريق التهريب إلى مخيم الركبان. طبعا هذا بسبب ضغوط تواجهها الأمم المتحدة، سواء كانت هي قادرة على تجاوز هذه الضغوط أو غير قادرة، لكن هي ضغوط تواجه أو تواجهها من قبل دمشق من ناحية، وأيضا من روسيا من ناحية أخرى. هناك تخوف من قبل مكتب الأمم المتحدة الأوتشا من الوصول إلى منطقة المخيم، يعني على اعتبار أنها يعني منطقة تتبع بشكل أو بآخر لقوات التحالف، وأيضا روسيا أو حتى دمشق بشكل أصح كانت حذرت الأوتشا من الوصول إلى هذه المنطقة، لأنها يعني منطقة فيها إرهابيين أو ما شابه بحسب توصيف حكومة دمشق أو ممثلي أو تابعين لحكومة دمشق. طبعا هذه المعلومات وردت إلى المسؤولين في مخيم الركبان، المسؤولين المحليين عبر يعني شخصيات يعرفونها في الأوتشا، لم تكن معلومات رسمية أو لم يتم تصدير بيان رسمي في ذلك، لكن هذا ما يحصل. إذن الأوضاع الطبية، الأوضاع الغذائية، المعيشية بشكل عام لم تتغير، وأيضا بشكل أو بآخر الناس إذا رغبوا في العودة فهناك أيضا مشاكل أمنية تلاحقهم. أعتقد أن هناك عدة نقاط يمكن إبرازها فيما يتعلق بإمكانية العودة، لكن الترحيب الأوتشا بشكل رسمي أو غير رسمي هو يعني تخلي عن المسؤولية بشكل علني. المسؤولية هي تجاه هؤلاء النازحين، هم لا يرغبون بالعودة لأنهم يعني يخافون على حياتهم، على مستقبل عائلتهم، الخوف من الملاحقة الأمنية أو الاعتقال. هناك عدة حالات تم توثيقها فيما يتعلق باعتقال العائدين من مخيم الركبان. لذلك يعني لا الوضع الحالي هو وضع
يعني مطمئن لاستمرار الحياة الطبيعية بحدها الأدنى، ولا حتى إذا تم قبول الترحيل أو العودة من قبل البعض سيكون وضعهم مطمئن أو مستقر، والحالات كثيرة حول ذلك. إذن هي لم تستطع إيصال المساعدات لهذا المخيم فتدعوهم للعودة ولكن بدون ضمانات، كيف يتم هنا يعني دعوة هؤلاء النازحين للعودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية ولكن بدون أي ضمانات؟ نعم بالتأكيد، يعني ليست هناك ضمانات. الضمانة أو هي الدافع للعودة هو الضغط في تقليل أو منع دخول مساعدات، إرهاب موظفي الأوتشا، أيضا الضغط دائما على السكان المقيمين حاليا من خلال الموجودين في مركز إيواء حمص. يعني هناك من غادر مركز الإيواء وهو أساسا مركز يعني ليست فيه حياة طبيعية فعلا، هو أشبه بمعتقل أو حتى يعني مخيم رديء الخدمات، هو يقع تحت سيطرة أحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في حي ديرب علبة في حمص، ولا يمكن الخروج منه أو الدخول إلا بإذن وموافقة، ومن يعيل عائلته أيضا يجب أن يبين مكان الذي سيقصده ومتى سيعود. هناك انقطاع للمياه لفترات طويلة، أيضا النقطة الطبية التي تخدم هذا المركز اللواء الوحيد أيضا تأتي فقط كل شهر مرة واحدة، وهي طبعا تابعة للهلال الأحمر السوري. إذا الأوضاع في لمن يرغب في الخروج هي الأوضاع مزرية جدا، ومن يرغب بمغادرة مركز الإيواء بشكل تام يجب عليه أن يدفع إتاوات أو رشوات بالتحديد لمتنفذين في المخابرات الجوية في حمص. إذا لا ضمانات، لكن هناك دوافع تحاول دمشق وموسكو تهيئتها للسكان، هي دوافع قلبية وهمية، هي أن تعودوا وأن تخرجوا من هذا المستنقع الذي أنتم به في مخيم الركبان، لكن إلى أين سيذهبون؟ لا ضمانات، لكن أيضا الوضع سيء إن بقوا أو خرجوا. أعتقد أن من يجب أن يتدخل هنا هو الدور الأممي، إذا لم يكن هناك دور لمكتب الأوتشا فأعتقد يعني حري بهم أن يغلقوا المكتب، أو على الأقل أن يعلنوا أن مسؤولياتهم باتت جدا محصورة في خدمة يعني مصالح دمشق فقط. طيب، من هنا أيضا يأتي السؤال، اليوم قبل يومين كان هناك تقرير لمنظمة العفو الدولية عنوانه أنت ذاهب إلى موتك، يصف حال اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا. اليوم بعد هذا التقرير بيومين تقريبا تصدر دعوات اليوم مكتب الأمم المتحدة في دمشق. نعم، يعني هذه التقارير أو تقرير منظمة العفو الدولية الأخير هو غيض من فيض، يعني هو كانت تقارير سابقة سواء لمنظمات دولية غير حكومية أو حتى لتقارير صحفية أو تحقيقات صحفية سورية أشارت إلى مصير مجهول للعديد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا. طبعا نحن لا يمكن أن نعمم على كل العائدين هم تم تغييبهم، لكن أيضا هناك مساءلات ملاحقات أمنية، هناك فعلا إلى الآن هم من عاد منذ أكثر من عامين وإلى الآن مصيره مجهول من مختلف المحافظات، ليست هناك تمييز لمحافظة أو أخرى. إذا اللاجئين الذين كانوا يعيشون بشكل مقبول نوعا ما بحسب وضعهم المعيشي تم تغييبهم، وتم يعني الالتفاف على الوعود الروسية بأن هناك عدم مراجعة أمنية، عدم ملاحقات، أيضا أن يكون هناك تأمين لعودة للمنطقة التي خرج منها اللاجئ. فما بالكم بالنازحين الذين هم متواجدون في منطقة جدا حساسة، يعني من ناحية الأردن يغلق الحدود أو يغلق هذه النقطة الحدودية مع الركبان، الجانب الأمريكي يعني فقط يتولى بشكل أو بآخر عن طريق التحالف حماية هذه المنطقة دون التدخل في أي أمور أخرى سواء إنسانية أو سياسية، وهذه أيضا معضلة لدى سكان المخيم. أما الجانب الروسي يعني هو مشارك سواء في موضوع اللاجئين وهذا التقرير، وحتى أيضا الدعوة لمغادرة المخيم هذه ليست دعوة جديدة، وحتى أيضا دعوة الشهر الماضي لم تكن الأولى من نوعها، هناك عدة دعوات سواء كانت رسمية أو غير رسمية عن طريق بعض الموظفين الذين يتواصلون مع رؤساء أو رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان.
إذن الدعوات هي ليست بالأولى، والروس مشاركون سواء في زيادة سوء أوضاع الناس في الركبان، وأيضا مسؤولون عن عدم الالتزام بالوعود التي قطعوها فيما يتعلق بعودة اللاجئين أو النازحين. فهذا التقرير هو يتحدث عن فعلا جوانب حقيقية فيما يتعلق بملف عودة اللاجئين، وهو نموذج يعني يمكن أن يتم تقييمه أنه لا يمكن العودة في ظل الأوضاع الحالية دون أن يكون هناك مراجعة تامة لآلية العودة وضمانات العودة. فإذا سواء نازح أو لاجئ، فأعتقد أن العودة ليست مضمونة حتى لو كان ضمان، هناك ضمان روسي، لأن روسيا ضمنت على حياة بعض اللاجئين الذين سيرجعون إلى بلدهم، لكن تقرير العفو الدولية وحتى أيضا تقارير أخرى سابقة كشفت عكس ذلك تماما. طيب نقطة أخيرة، اليوم الدعوات هي فقط لخروج النازحين من المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة، لماذا لا يسمح اليوم للنازحين بالانتقال إلى مناطق أخرى؟ لماذا فقط مناطق سيطرة الحكومة؟ يعني هي من ناحية كانت مناطقهم أساسا التي أتوا منها في ريف حمص الشرقي، القريتين تدمر ومحيط هذه المناطق، هي لم يعني غير مؤهلة لأن يعود إليها السكان، سواء فيما يتعلق بانتشار الميليشيات الإيرانية في محيط هذه المنطقة في البادية السورية، وأيضا ليست هناك إمكانية لعودة السكان إلى المناطق لأن يتحججون دائما في المراجعة الأمنية وإمكانية عودة هؤلاء السكان أو هؤلاء الأشخاص لأنهم قد يكونون على صلة بداعش أو ما يتعلق بذلك. أي مناطق أخرى خارج سيطرة أيضا حكومة دمشق، هو هذا الاعتراض، هم يريدون فراغ المخيم وأيضا إنهاء ملفه بشكل كامل، هم لا يريدون تكرار أي ملفات أخرى سواء ملفات التهجير للمقاتلي الجنوب أو حتى للرافضين التسويات في ريف دمشق. فأعتقد أن حتى إمكانية التنسيق إذا رغبت دمشق بترك هذا المسار مفتوح لأهالي الركبان، ليس هناك تنسيق بين مناطق خارج سيطرة دمشق وأهالي الركبان. هناك كانت محاولات سابقة منذ العام الماضي، يعني يخرجون تهريب عبر الدرجات النارية من الركبان إلى شمال شرق سوريا في بعض الأحيان دون أن يكون هناك عن طريق تهريب بالتأكيد، ودون أن يكون هناك دراية يعني إدارة المنطقة، وبعض الأحيان إلى الشمال، لكن هناك ينتظرهم أيضا واقع سيء وخصوصا في الشمال الغربي، لأن في الشمال الغربي يعني حتى من يهجر مؤخرا من درعا تم رفض دخولهم، والحجة دائما يعني حجة استخباراتية أمنية، زعزعة أمن، ليست هناك دراسة أمنية كافية عن هؤلاء الأشخاص، ما بالكم في موضوع مخيم الركبان، صلات في داعش كما تدعي دمشق أو أي طرف آخر، وأيضا موضوع يعني عدم وضوح وضعهم بشكل كامل تحت نعم وضحت الفكرة. جزيلة شكر لك ضيفي الكريم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، كنت معنا مباشرة من عنتاب الكاتب والصحفي مالك الحافظ، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، تحياتي لكم وإلى اللقاء.